السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أحمد نجم من أوربيكس في نظرة إلى الأسواق اليوم الموافق 5 أكتوبر 2020. طبعا في البداية بنبدأ دايما تحليلاتنا بمؤشر الدولار إندكس، واللي تراجع بشكل كبير جدا في خلال تداولات الأسبوع السابق. احنا أشرنا إلى تصحيح محتمل في تداولاته، ولكن هو تراجع إلى مستوى 93.90 نقطة. طبعا المنطقة اللي بنتداول عليها الآن هي منطقة هامة جدا وخطيرة جدا، لأن كسر مستوى 93.60 هيؤدي بينا إلى تراجع عنيف جدا، ممكن يوصل بينا مره تانية ل 92.70 نقطه. طبعا هذه مستويات متراجعه جدا، هتؤدي الى ضعف الدولار امام باقي العملات. لكن شاهدنا بيانات ايجابيه عن سوق العمل الامريكي، ولكن مؤشر وبيانات النون فارم بيرولز كانت متراجعه نوعا ما عن القراءه المتوقعه او القراءه السابقه، ولكن معدل البطاله ومعدل البطاله في سوق العمل كان جيد جدا، سجلنا حوالي 7.9 بدلا من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى 8.4%. طبعا هذه القراءة جيدة وستدعم المزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي في الأسبوع المقبل، ولكن لم يكن باقي البيانات الخاصة بسوق العمل جيدة على نحو كبير. ولكن أيضا شهدنا اضطرابات فيما يتعلق بإصابة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا وإعلانه عن ذلك، ولكن حتى الآن هذا الوضع لا يؤثر بشكل كبير جدا على مجريات التداول فيما يتعلق بالدولار الامريكي. طبعا هذا بالنسبة لتداولات الدولار الامريكي حتى الان، ننتظر صعود في تداولات الاسبوع القادم والاسبوع الحالي، ولكن سيكون لدينا نقطة هامة جدا وهي 93.60، هي النقطة المحورية التي ستفصل من سيناريو الصعود المتوقع الحالي وسيناريو الهبوط المحتمل في حال كسر هذه المنطقة. طبعا هذا توقعنا بالنسبة للتداولات القادمة في سيناريوهات ومجرى تداولات الدولار الامريكي. ننتقل سريعا لتداولات اليورو امام الدولار. طبعا بطبيعة الحال التراجعات التي شهدها مؤشر الدولار الامريكي اثرت على ارتفاع اليورو، وتحدثنا سابقا على ان اليورو في الفترة الحالية تداول كرد تفاعل على اداء الدولار الامريكي، وبالفعل كما نشاهد الارتفاعات التي شهدها اليورو امام الدولار كانت قادمة بشكل اساسي من التراجعات التي شهدها مؤشر الدولار الامريكي. وحتى الان اعتقد في سيناريو الصعود الذي حددناه للدولار الامريكي سيؤدي الى التراجع مرة اخرى لتداولات اليورو. بالفعل حققنا مستويات 1.16، ولكن كانت التصحيحة اعلى من المتوقع حتى الان، وصلنا مستويات 1.1730، ثم انخفض من امام هذه المستويات حتى تداول الان عند 1.1715. اعتقد في الاسبوع المقبل سنعيد مرة اخرى الاختبار لمستويات 1.16. كان ايضا لدينا في هذا الصعود الذي شهدناه كان لدينا هذا الباترن وهذا النموذج منذ تصحيحه بالاسفل، وكما نشاهد ونتحدث عن هذه المرحلة ونسميها مراحل الشيخوخة للترند الهابط. وفعلا بالفعل في حد الصعود من هذه المستويات كان لدينا هيدن شولدر جيد جدا المتماسك في الشكل الآتي، وحقق مستهدفه بشكل جيد أيضا في بالنسبة لتداولات اليورو أمام الدولار الأمريكي. أما ننتقل لتداولات الدولار أمام الين الياباني، كما نشاهد أيضا تراجعات، وأعتقد أننا في حال كسر مستويات 105.30 سنشاهد المزيد من التراجعات، أو 105 تحديدا سنشاهد المزيد من التراجعات إلى مستويات 104 تقريبا. ستكون هذه اللو هذه المنطقة الحاسمة بالنسبة لتداولات الدولار أمام الين الياباني. أيضا بالنسبة لتداولات الاسترليني أمام الدولار الأمريكي، والاسترليني ينتظر فترة حاسمة جدا خلال الأسبوعين القادمين، لأن سيعيد مرة أخرى الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة المفاوضات بشأن عملية البريكزيت ومفاوضات بشأن عملية الوصول لحل في النزاع التجاري ما بين البلدين واتفاق تجاري حقيقي يحقق المصالح ما بين الدولتين. ولكن حتى الآن لا جديد فيما يتعلق بهذا الأمر، والتقارير يعني الأحداث تشير إلى أن العواقب في الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي ستكون كارثية على الاقتصاد المملكة المتحدة. تحدثنا سابقا على التقارير التي أشارت من بلومبرج التي أشارت على الكوارث والكارثة الاقتصادية المتوقعة من فيروس كورونا منذ بدايتها في الصين، ولكن الجميع كان يتحدث عن هذه الأرقام كبيرة. ايضا في وقت انتشار هذا الفيروس الارقام تخطت هذه المحاكاة التي اشارت اليها بلومبرج، وايضا اعتقد ان الارقام والمحاكاة الحالية في خسارة الاقتصاد في المملكة المتحدة، خسارة الانتشار لفيروس كورونا ضعفين، اعتقد انها ايضا ستكون اكثر بكثير وستكون كارثية على اقتصاد المملكة المتحدة. اعتقد ان المملكة المتحدة ستحاول الوصول الى نقطة
يعني تفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ولكن ليست ستكون نقطة بعيدة عن الوضع الذي يقره الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة هو الأقوى وهو المسيطر، فسنراقب هذه الأوضاع خلال الأسبوعين القادمين، وستكون نقطة حاسمة جدا بالنسبة للدولار الاسترليني. أعتقد أننا لن نتجاوز مستوى 1.30، وإذا تجاوزناها سيكون لدينا أقصى هدف عند مستوى 1.32 بالنسبة للدولار الاسترليني طبقا لهذا النموذج. ولكن بالنسبة للإطار الأصغر والسيناريو الأصغر في هذه المرحلة لتداولات على إطار زمني أصغر، سيكون لدينا هذه المستويات وهذه المنطقة كما نشاهد من الرسوم البيانية، وسنتداول داخل هذا الترند الوليد والحديث، وأعتقد أن كسره سيكون قريبا ولن نشهد تداولات إيجابية كبيرة للاسترليني في الفترة المقبلة إلا مع وصول حل لمفاوضات البريكزيت. ننتقل سريعا لأسعار الذهب، وكان إغلاقه جيد جدا لأنه أغلق أسفل مستوى 1900 دولار للأوقية، والإغلاق أسفل مستوى 1900 دولار يدعم المزيد من التراجع للمعدن الأصفر. أيضا الارتفاع الذي شاهدناه خلال الأسبوع السابق كان بشكل أساسي بسبب البيانات والأحداث التي شهدت الدولار الأمريكي والتراجعات التي حققه الدولار الأمريكي، ساعد بشكل كبير جدا أن يلتقط المعدن الأصفر أنفاسه في هذه المرحلة. ولكن أعتقد أننا لدينا مازال موجة من الهبوط ربما تخترق مستوى 1836 وتنتقل إلى مستوى 1744 على تداولات المعدن الأصفر في الأيام المقبلة، ومع استعادة الدولار الأمريكي أنفاسه من جديد. هذا كان كل شيء لدينا خلال اليوم، نتمنى لحضراتكم يوم سعيد إن شاء الله وتداولات مازال جميع. شكرا لكم.